وللمزيد حول معاناة النازحين السوريين في الشمال السوري بعد الزلزال والذي ضاعف معاناتهم أيضا انتشار الكوليرا في مخيماتهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. مرحبا بكم معنا أستاذ رضا. مرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم. أهلا بكم. معاناة اللاجئين والنازحين السوريين تلاحقهم في المناطق المتضررة من جراء الزلزال والتي تسيطر عليها المعارضة، هل ترى أن الجهات الماسكة بالأرض اليوم استطاعت التعامل بشكل إيجابي مع الكارثة؟ إذا أمكننا أن نقول بإنصاف أنهم بذلوا ما بوسعهم، فحقيقة بذلوا بما وسعهم. نعم. فمشهد الزلزال والحالة التي رافقتها من هول المصاب، نعم، والتي أنا عشتها بشكل واقعي في مدينة أنطاكيا، كان الأمر مهيب لدرجة لا يتقبله العقل البشري. نعم. فكانت الاستجابة ضمن الإمكانيات المحدودة لمناطق المعارضة نوعا ما مقبولة ضمن نطاق العمل الواسع بفرق إمكانياتها ضئيلة، رغم المناشدات الكبيرة، رغم الطلب المستعجل من كافة الدول وكافة المانحين، إلا أن الاستجابة كانت نوعا ما متأخرة. بذلوا ما بوسعهم، قاموا بكامل واجبهم، نحن لا نحملهم أكثر من ذلك. فما حصل عجزت عنه دول، كان هناك تقصير من كما ذكرت من بعض المنظمات العاملة. كان الأفضل أن يكون هناك من خلال المنظمات العاملة في هذه المناطق أن يكون استجداء للدعم واللوجستيات المطلوبة لضحايا الزلزال أو المساعدة في إنقاذ الأرواح، لكن حصل ما حصل وهذه مشيئة الله في النهاية. نعم. الآن وبعد الزلزال ومع الحديث عن تفشي وباء الكوليرا في الشمال السوري، كيف تقيم جهود المعارضة إضافة للمنظمات الإنسانية في التصدي لهذا الوباء؟ نعم، بالنسبة لوباء الكوليرا، انتشر فعليا منذ نهاية شهر أغسطس الماضي. نعم. وبداية شهر أيلول كان هناك تقصير من منظمة الصحة العالمية، وكان هناك تقصير من المنظمات الطبية العاملة بالوعود الدائمة بالدعم باللقاحات الخاصة بالكوليرا. كان هناك تقصير من الجهات المعنية بالحفاظ على نظافة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي. فمن خلال أحد الدراسات لأحد الأصدقاء أكد لي بأن الآبار ليست نظيفة، والمضخات ليست نظيفة، والأنابيب ليست نظيفة، والخزانات أيضا ليست بالنظافة الكافية، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي المنتشرة بشكل عشوائي بين البيوت. هذا نتيجة طبيعية سيكون هناك وباء الكوليرا منتشر دون أي وسيلة للدفاع عن من يصابون به. طيب، يعني بحسب الأمم المتحدة اليوم 90% من العائلات السورية في مخيمات النزوح تعيش في فقر مدقع، يعني كيف أصبحت الأمور اليوم بعد أن زادت أوضاع النازحين بعد الزلزال؟ حقيقة أنا إن تكلمت عن الوضع في تركيا سنستنتج بشكل طبيعي كيف سيكون الحال في سوريا. في تركيا الحال وصل إلى أسوأ الحالات، أصبح الحال مذري جدا. الناس في المخيمات فقدت أموالها، بيوتها، مصادر رزقها. هذا الحال لمن هو موجود في تركيا، فكيف الحال لمن هو بالأساس تحت خط الفقر؟ فكيف لمن هو بالأساس لا يجد ما مأوى له؟ أفضل المأوى كان هو عبارة عن منزل من البلوك بأقل الكميات من المواد البناء، مشغول حتى يكون ستر في الشتاء والصيف. مع الزلزال سقطت هذه البيوت وأغلبها أصبحت غير صالحة للسكن. طيب، إلى أي مدى ترى أنه دخول المساعدات الإنسانية يكون دخول منتظم ويساهم في رفع بعض من معاناة النازحين؟ كما ذكرت يجب أن يكون منتظم. النازحين منذ 10 أعوام أو أكثر، منذ 11 عام، وكان هناك دعم، وكان هناك منظمات فاعلة وعاملة، ولا زالت العديد من المنظمات التي كانت منذ عام 2012 حتى اليوم تعمل. ولكن الذي نفتقده هو التنظيم. لو أن هناك أتمتة وهناك تنظيم حقيقي وهناك قاعدة بيانات كاملة
للمحتاجين حقيقة، ولمن وما هي الاحتياجات، وكيف سيتم تنظيمها، وكيف سيتم إيصالها لأصحاب الحق. كانت الأمور منتظمة وكانت جيدة، وكانت كنا الآن بسداد كامل لكافة الاحتياجات. أما العشوائية التي لا زالوا يعيشون فيها، إما كانت إما هذه العشوائية مقصودة أو أنها دون قصد لا أعلم، لكن هذا الأمر لن تعجز عنه دول أن تقوم نعم. بتنظيم مخيمات لا يتجاوز عددها العشرات. طيب أيضا يعني تركيا هي كانت الدولة الظهيرة والمساندة للمعارضة السورية والسوريين في الشمال، أيضا ذكرت تأثر تركيا بالزلزال، كيف أثر هذا على سوريين؟ نعم، وخاصة في موضوع القطاع الصحي، تركيا كانت هي الملجأ الوحيد بعد الله للسوريين في العلاجات، وخاصة نعم. في بعض الأمراض كأمراض السرطان أو أمراض القلب أو غيرها من بعض الأوبئة، فكانت هي الوجهة الوحيدة للسوريين يقصدونها في التعافي والمدعوات من هذه الأمراض وغيرها من بعض الأمراض المزمنة. في الوضع الحالي على مستوى ولاية هاتاي تدمرت معظم المشافي، فكان هناك حتى أغلب المرضى الأتراك يتم مداواتهم في بعض المشافي الميدانية. أنا الآن أكلمك من أمام أحد المشافي نعم. الميدانية، لدي طفلة مريضة، فاضطررت أن أخذها إلى أحد المشافي الميدانية بسبب إغلاق المشافي لتصدعها وتشققها نعم. فهذا الأمر عاد بشكل سلبي على حال السوريين، كونهم فقدوا الملجأ الوحيد الذي كان لهم بالقطاع الصحي أو المكان الذي كانوا يلتجئون إليه في الحالات الصعبة، وخاصة في الضغط الحالي الذي حصل. فدولة عجزت أن تداوي أو تسعف أو تستطيع أن تستوعب كافة الجرحى أو المصابين، فما بالنا ببعض المشافي البسيطة في المناطق المحررة. طيب يعني في سؤال أخير، يعني تراكم الجثث وعدم رفعها في بعض الأحياء السورية في الشمال السوري، كيف يمكن أن يكون مهدد لحياة السوريين، وخصوصا أنه ممكن أن يكون مصدر لأمراض أخرى عوضا عن الكوليرا؟ نعم، كما ذكرت لك هذا الحال أصبح عند حتى لدينا في مدينة هاتاي، هذا الحال أصبح بسبب تأخر الإمكانيات أو الآلات الرفع الأنقاض والكشف عن الجثث. في سوريا الحال يزداد سوء، لكن جميعنا يعلم تفسخ الجثث وانطلاق الروائح منها أو انطلاق المواد التي تخرج من خلال تفسخ الجثث، هذا كله سينعكس على الأمراض الأوبئة والأمراض الصدرية بالتحديد كما ذكر لي أحد أصدقائي الأطباء. فالنصح مبدئيا أن يتم الإجراءات الوقائية من خلال لبس الكمامة في المناطق المصابة والرعاية الطبية الأقل ما يمكن أو التوجيه الصحي للمواطنين الموجودين في هذه الأماكن، ريثما يتم انتشال باقي الجثث أو يتم ردم هذه الأماكن بشكل كامل حتى نتجنب هذه المصاب الذي حصل. نعم، رضا سطيف الحقوقي السوري كنت معنا من أنطاكيا، شكرا جزيلا لك.